صباحه باشا. وما عدتوش ليه الليله ده؟ الليله الصوان كان مليان على اخره، مصر كلها كانت هناك. هو مش واجب برضه ولا ايه؟ واجب ايه بس يا عم هريدي؟ شعشعت معاك ولا ايه؟ ده لو شافوا اي حد مننا يديله طلتين يرقاده. يا غالي ما تقولش كده عيب. حاج العقاد برضه راجل يعرف الاصول. بيعرف ايه يا اخويا؟ في الاصول؟ انت جرالك ايه يا هريدي؟ انت نسيت اللي عمله فينا ولا ايه؟ واحنا يعني سكتنا له يا ورده؟ الله، هو احنا اللي عملناه فيه ده كان شويه يعني؟ هريدي بيتكلم مظبوط يا مدام ورده. احنا ما نعرفش بكره فيه ايه. وبعدين انا طول عمري اقول ان عدو الغد صديق اليوم، والعكس صحيح. كلامك حكم يا سماك دي. والمثل بيقول اللي ما تحتاجش وشه النهارده بكره تحتاج لقفاه. يا عم احنا هنقضيها امثال ولا ايه؟ بلا وشه بلا قفاه. فكك بقى بالناس دي وخلونا في حالنا. بصراحه بقى انا ناري لسه ما بردتش مني. اعملي الواجب وكل واحد يروح لحاله. حتى الواد اللي اسمه حفظي ده طول عمره ما بينزلش من زور، بيبص لي كل بصه والتانيه. يا اخويا مش مراعي ابدا ان متجوز بنت العقاد. ان جيت للحق يا ورده، حفظ ده قهوه من الواد اللي اسمه سمير. شفت عمل ايه مع بنت مدني؟ بس الحق يعني الحق العقاد طلع رجوله في الموضوع ده. اهو ده بقى الصراحه ثوابه هيكتب له يا ورده. بسم الله، ثوابه هيكتب له؟ امال اللي عمله معايا هيكتب له فين؟ معلش يا ورده يا اختي، اصل التعميره طالبه حنيه مع اخوكي. بقول لكم يا اخوانا، ما تفكونا بقى من القصه دي. انا جايب الراجل عشان يفرفش وينبسط، مش تنكدوا عليه. مجدي بيه خلاص بقى واحد مننا، اللي زعلنا يزعله واللي فرحنا يفرحه، ولا ايه؟ لا ايه، وانا من هنا ورايح مش هفوت يوم ما اشوفكوش فيه. تأنس وتشرف. لا لا ما عندكوش حق. والطبيخ اللي انا طافحه فيه الدم طول النهار ده مين اللي هياكله؟ يا فاطمه ده انت طول النهار انت وامك على لحم بطنكوا يا بنتي. انا ماليش نفسي يا ابله، اذا كانت مواجع انا خليها تاكل. ما هم كمان ما ينفعش كده، ما تكلميها يا فوزي. اكلمها اقول لها ايه يا بهيده؟ انا مش فاهمه هي عامله في نفسها كده ليه؟ الله يرحمه بقى، والله ما كان يستاهلها يا بهيده. مفيش داعي للكلام ده يا ابله. لا يا مرو، فوزيه ليها حق. هي اللي شافته منه شويه كل يوم والتاني يغضبها عند امها. عند امها. كفايه بقى، ارحموني وقدروا ان اللي مات ده جوزي. انتوا اصلكم ما تعرفوش انا بحبه قد ايه. معلش يا حبيبتي، ربنا يصبرك. السلام عليكم. وعليكم السلام. اهلا يا حبيبتي. اهلا يا حبيبتي. السؤال خلص يا عوجة. خير. جات لنا أمم تعزي الحمد لله. أم العلاء فين يا فتحي؟ مشي، كان عايز ياخدك معاه بس الحاج قال له خليها تبات مع بط. أم الميسة أمها فين؟ يا ابني ألوح معلش لمؤاخذة احنا تعبانين وقاموا ماشيين. قاموا ماشيين. تعبانين؟ تعبانين من ايه؟ دي فضلت نايمة طول الليل، ده أنا صحيت ولبست ونزلت وبرضه كانت نايمة. يا أخويا كنا قاعدين زي ما يكونوا قاعدين على جمرة نار. وحماتك دي كل شويه تبص في الساعه. ازاي بقى؟ ده الراجل عبد المنعم بيه فضل قاعد لغايه الفقهاء ما خلصوا. مش يلا بينا احنا يا سعاد؟ روح انت يا محسن. انا هبات معاهم هنا النهارده. يا حبيبتي البيت هيساعد مين ولا مين بس؟ لا كلام يا ابني. اذا كنت عايز تنام البيت مليان اوض، ده فيه اوضتين جوه فاضيين. ما انا عارف يا حاج، اصل احنا سايبين الولاد لوحدهم في البيت. لا اذا كان كده يبقى عندك حق. خلاص روح شوف ولادكم، وانت كمان يا حميده روحي مع فتح اخوك يوصلك تشوف عيالك. حاضر يابا. طيب يلا بقى عشان اوصلك والحق اروح. الله، وانت يا بنتي سايبه عيالك طول النهار لوحديهم؟ لا يابا سايباهم مع الشغاله، اتمسوا بالخير. سلام عليكم. سلام عليكم. مع الف سلام. طب يا جماعه ربنا يجعله اخر الاحزان ان شاء الله. السلام عليكم. مع السلامه. مع السلامه يا بنتي يا سعاد. ايه بقى؟ ما تقوموا تعملونا العشاء. حاضر يا حاج. يا اخويا ده انا ريقي نشف مع فاطمه وامها والطبيخ جوه قد كده مش عايزين ياكلوا. ازاي بقى؟ انا قلت كله هياكل، انا كله هياكل. حاضر. يلا. حاضر يا حاج. يلا يا فوزية. حاضر. يلا يا نازك. وراك يا هو. انت تعرف بقى المرحوم كان مسافر ليه؟ ايه؟ هو انت تعرفي حاجه؟
طبعا اعرف. هو وسمير راحوا برع السجن عشان يسالوه عن مكان الراجل بتاع البودرة. وطبعا برعي قال لهم على مكانه مش كده؟ يوه يا فتحي، ما هم شغالين مع ابوك. ابويا ايه يا بت؟ ابويا ما بيشتغلش في البودرة وما بيطقش سيرتها. اه ما هو برعي برضو قال لهم الكلام ده، بس هم ما سمعوش كلامه. يعني برعي ما كانش مشاركهم في المشوار ده؟ اعدم نظري لو كنت اعرف. بس يعني هو هشاركهم ازاي فتحي بس وهو مسجون؟ يعني هو هيغلب؟ لا، برعي ملوش علاقه بالكلام ده، هم اللي كانوا بيلوموا حواليه. جرى يا بت، انا عايز افهم، انت لغايه دلوقتي بتدافع عنه بعد كل اللي عمله فيكي؟ يوه يا فتحي، مش جوزي وابو عيالي وعشره عمري. برعي هو اللي قالك الكلام ده؟ ايوه هو اللي قال. قالك انت يا بت؟ يا بت انت مش اتخانقتي معايا بسبب ان ورده بتروح تزوره في السجن؟ الكلام ده كان قبل الخناق. وبعدين بقول لك ايه، ما تقولش لابوك بقى على الموضوع ده. الاتنين دول خلاص ماتوا، ما يجوز عليهم غير الرحم. طب ايه رايك بقى ان الحاج عارف كل حاجه ومع ذلك اكرم الواد حفظي في موته، وانت عارفه الكلام ده كويس؟ ايوه، بس ابويا عارف ان برعي ملوش دعوه بالكلام ده. بقول لك الحاج عارف كل حاجه، وعارف كمان ان سمير وحفظي هم اللي بعتوا الرجال عشان يموتوه. يا لهوي، حفظي هو اللي كان عايز يقتل ابويا؟ تخيلي. يلا يا بت، يلا اركبي، يلا مش عايز استقبالي. يلا يا زنوب، الحاج عايزكم انت واستفطنا. عايزنا فين؟ جوه في اوضته مستنيكم. قومي يا اختي، قومي ابوك عايزنا. على مهلك يا اختي، قومي يا اختي. ماما عليك يا اختي، قومي حبيبتي. كبدي يا بنتي، البت هتقع من طولها وتموت. طب تقعدي يا بنتي، اتفضلي يا ست فوزية. هي بهيجة غيرت الأوضة ولا ايه يا ابراهيم؟ لا غيرتها ولا نيلة. وبعد هالك بقى بلاش التويتين دول. بس يا بنتي انت عاملة في نفسك كده ليه بس يا بنتي؟ مش قادرة يا بابا، مش قادرة. يا بنتي الموت علينا حق، وبعدين دي أجال يا حبيبتي، يعني الحكاية كلها أجل بيسبق أجل، وإحنا هنروح فين يعني؟ اذكر الله، اذكر الله يا بنتي. قولي لي يا حبيبتي، أنتِ بتصلي ولا طالعة زي أمك؟ مالها أمها بقى يا إبراهيم؟ ها؟ الدور اللي بقى يا أخويا أشوف بهيجة. حوش ما بتسيبش سجادة الصلاة. نفسي تخليكي في نفسك، مالكيش دعوة بحد غيرك. ما هو من حصرتي يا إبراهيم، أنا مهما أعمل لك ما عندكش غير بهيجة. حد كم سنة بهيجة دلوقتي؟ وبعدين إحنا في إيه ولا في إيه؟ أنت مش شايفة البنت بنتك عاملة في نفسها إيه دلوقتي؟ ما أنا ما فيش حاجة هتنقطني غير اللي عاملاه في نفسها ده. دي كانت متخانقة هي وهو، وما كانتش عايزة تعيش معاه. ده كان بيشتمها ويبهدلها. ماما ما كنتش برضه اقول لك عشان ما تاذيهوش. دلوقتي حفظي ما بقاش فيه زيه، قال بعد ما راح المقبره بقى فيه سكره. ماما انت مش كل يوم تسمي بدني بالكلام ده. بعدين يا بنتي اسمعي الكلام بقى، امك عندها حق، الراجل ده ما كانش يستاهلك، والله ما كان يستاهلك. وبعدين يا حبيبتي دموعك دي غاليه عليا قوي، انا اصلي بحبك قوي. انت اصلك ما تعرفيش، انت دونا عن بقيه بناتي، انا بحبك قوي. وبعدين انا مستخسر دموعك فيه، مش كده يا بنتي؟ اذكر الله، صلي وادعي ربنا انه ينولك الصبر. بكره تفتكري كلامي ده وتعرفي ان انا كان عندي حق، وهتندمي على عيطك عليه ده. بكرة ربنا يرزقك باللي أحسن منه، يقدرك فعلا ويحبك وتحبيه.
معلش يا بنتي، ربنا يصبرك على مولاكي. انا عايزك تخلي بالك من نفسك. قاعد انا بحبك قوي، وطول ما انا عايش في الدنيا ما تحمليش هم حاجه ابدا. ربنا يصبرك حبيبتي، خلي بالك من نفسك. بقولك يا فوزيه، ما تاخديها وتطلعوا تعملوا عمره. والله انا فكرت في كده يا حاج، بس لما سالت قالوا لي لازم يبقى معاك محرم. بقول لك ايه، ما تطلع معانا يا حاج. هطلع فين بس وانا فاضي؟ على كل حال انا هكلم الواد محسن ياخد سعاد وياخدكم وطلعوا اعملوا عمره. يعني ما لقيتش الا الشملول ده؟ ده لو كانت بهيجه هي اللي طالعه كنت بعت معاها محسن. يا دي بهيجه، اولا بهيجه عندها ابنها، وبعدين عندها اولاد اخواتها. طيب انا هقول لك حاجه، خدي عبد المجيد اخوكي ويبقى ده خير وبركه لو جه معاكوا، واطلعوا وانا هعمل كل التكاليف. عبد المجيد اخويا، يعني عليه، ده عيان يا روحي، ما بيقدرش حتى يروح الحمام غير بالعافيه. لا اله الا الله. على كل حال انا هبقى اسال عليه. هو انت يا اخويا بتسال على اي حد من ناحيتي؟ ده احنا يا حسره علينا حاسين ان احنا مقطوعين من شجره. ما خلصنا بقى، انا مش هرد عليكي. انا ايه اللي خلاني جبتك؟ ما انا كنت قعدت مع بنتي لوحدينا. بقى هي اللي تقول كلمه الحق تبقى غلطانه؟ ما انا عارفه كلمتي انا اللي بتقف لك في الزور. خلاص يا فوزيه، خلاص خلصنا. انا اللي يهمني دلوقتي ان بطه تجيب حاجتها من الشقه وتروح تقعد معاكي. مش معقول نسيبها قاعده لوحدها في ظروفها دي. لا يا بابا، انا مش هسيب الشقه ابدا. لا اسمعي كلامي يا بنتي، خدي حاجتك وروحي اقعدي مع امك، وخدي حاجتك وبس. حاجه المرحوم سيبيها، انا هتصدق بيها، رحمه ونور عليه. وبعدين جهزوا نفسكم بقى عشان تسافروا العمره ان شاء الله. ما قلت لك ان عبد المجيد عيان. خلاص خلاص يا فوزيه، انا هسافر معاكم. صحيح يا حاج، الله يخليك ليا، ده احنا ملناش غيرك. بس بقول لك ايه، هتاخد بهيجه معاك؟